صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من فعل فعل حاطب رضي الله تعالى عنه يعتبر جاسوسا أم إذا كانت حالته مثل حال؟ أنا قلت لكم لا تذكروا حاطبا. حاطبا رضي الله عنه وعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم وناداه الله باسم الإيمان، فاتركوا قضية حاطب بن أبي بلتعة، انتهت قضية، انتهت، فلا تبحثوها. نعم، كل شيء يتعلق بالصحابة لا تبحثوا فيه، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حرمتهم ولهم قدرهم، ولو وقع من أحد منهم خطأ فإنه مغفور له، فلا تلتمسوا هذه الأمور. نعم.